السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الجزائر. اليوم الحصة تاعنا دروك نجيبو تاع إيمان الجزائرية، وين انتقدت بعض الصفحات وهي هي فمها قالتها جزائرية، وين طايحين عليها صفحات تعرف هي تعرف خير منا، تعرف خير منا بلي كاين صفحات جزائريين هما يدعوا بانهم جزائريين، لكن هما جزائريين الله غالب مسميين علينا بلي جزائريين، بصح هما عندهم في نفوسهم بلي مكاش الجزائر تخرج زيرو بوان في طوع هادو. هنا عندهم مشروع في طوع يجوا يطيحوا على الوزير على بيراف، على هما عندهم هذا المشروع، هذا المشروع كاع باش الجزائر تدي زيرو بوان. على دايرين الحسابات على باش يقلعوا وزير، باش يجيبوا وزير، هما يضربوا على كاش وزير يجيبوه يوجدوا شو وين يوجدوا للانتخابات تاع الاتحاديه كره القدم الجزائريه. والله العظيم اللي يوجدوا لها كيما هكا بيضربوا كاع الناس، كل يسيبوا مكاش جزائر مكاش مكاش، لامبا ما يجيبوهاش، خاتم 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 منقوش ما يجيبوش. هذا الناس بصح سمعت شو ايمان واش قالت لهم؟ سمعت شو؟ اسمع اسمع نشوف اجتماعي وانا في منازله نهائيه مع نائب البطاطا العالم في وزن 70 كيلوغرام، نشوف صفحات من بلادي يهضروا عليا بهذا. تخيلي كيفاش انا نشوف هذا الشيء وانا راح ندير منازله مع نائب البطاطا العالم في وزن 70 كيلوغرام. نتاسف على هذا الشيء، هذا الشيء ما كانش منه. انا دخلت الدوره هذه باش نتاهل كما انا ككل مني كيما 70 كيلوغرام. نشوف شوف للاسف الشديد اني نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي وانا في منازله نهائيه مع نائب البطاطا العالم في وزن 70 كيلوغرام، نشوف صفحات من بلادي يهضروا عليا بهذا. تخيلي كيفاش انا نشوف هذا شديد اني نشوف للاسف الشديد اني نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي وانا في منازله نهائيه مع نائب البطاطا العالم في وزن 70 كيلوغرام، نشوف صفحات من بلادي يهضروا عليا بهذا. تخيلي كيفاش انا نشوف هذا الشيء وانا راح ندي منازله مع نائب البطاطا العالم في وزن 70 كيلوغرام. نتاسف على هذا الشيء، هذا الشيء اسف شديد اني نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي وانا في منازله نهائيه مع نائب البطاطا العالم في وزن 70 كيلوغرام، نشوف صفحات من بلادي يهضروا عليا بهذا. تخيلي كيفاش انا نشوف هذا الشيء وانا راح ندي منازله مع نائب البطاطا العالم في وزن 70 كيلوغرام. نتاسف على هذا الشيء، هذا الشيء والله تولي لي راه يكتب ويعاير فيها عمرو لك الراجل. سامن بالله عمرو هادو الناس اللي كانوا يعايروا فيها ويكومونتوا ضدها وينشروا في التصاوير كانها راجل. سامن بالله نقولها لكم، هادو اللي يقولوا لهادو تاع كيتي كيتي هادوك هما اللي يقولوا لهم ربي يحفظكم. والله العظيم ماشي صايبين عليها كيفاش هادو اللي يدعموا وحده كيما ديك كيما هذوك تاع اللي راجل راجل لمراه ومراه راجل. والله العظيم انا نقول لكم الحمد لله يا ربي ولاد الجزائر معاك، على بالنا باللي طلقتي عليها 14 قنطار، على بالنا باللي خلعتيها ب 14 قنطار، راحت قالت لهم ما نزيد ما نلعبش ضدها، على بالنا باللي خلعتيها، على بالنا باللي عمرها لا تلاقت ضربه كيما هذيك، على بالنا خلعتيها يكسر خيرك، والله يكسر خيرك، هذه على بالنا باللي خلعتيها خلعه تاع ما كاش كاع، خلعه عمرها لا كانت قارع لها. هذه هي الله يعطيك الصحة. هيا وين نعاودو نولو نتكلمو على انسحاب تلك الإيطالية. شاهدنا وزيرة الخارجية تاعها وين تهدر على جزائرية وفي هذيك أنجيل هذيك، وفي نزل يعني سريع لم يتجاوز 46 ثانية نجحت الملاكمة الأخت الجزائرية إيمان في التأهل إلى الربع النهائي من منافسة ملاكمة السيدات وزن 65 كيلوغرام في دورة الألعاب الأولمبية بباريس بعد الفوز على منافستها الإيطالية أنجيل، والتي قررت الانسحاب من المباراة. خلعتها ما قال ما كانش قارعة، خلعتها روحي قيلي قالت لها روحي طيبي البيتزا.
لقيت عليها 14 نقول تعرف ماكا كسرات على الزرع طقتها عليها مال طقت عليها ولا هذه قدره من عند ربي تشوف كيفاش ماشي باغين عربي يدو الذهب ماشي باغين يقول لك هذه الالعاب تاعنا احنا بيناتنا خرجوا الايطاليين يهضروا الصحافه الانجليزيه خرجوا كاع الناس خرجوا وقالت كاريني في تصريحات إعلامية وقالت هذه أنجيل في تصريحات إعلامية عن سبب انسحابها لطالما شرفت بلادي بإخلاص هذه المرة لم أنجح لأنني لم أتمكن من اللعب على الإطلاق ضد منافستي وأضافت قررت التوقف بعد تعرضي للكمة ثانية قوية للغاية على أنفي بعد سنوات من الخبرة في الحلبة وفي يعني حياتي الملاكمة لم أشعر بألم شديد في أنفي مثل ما حدث لي اليوم يا ولدي طقت عليك كسرات على الزرعة أش طقت عليك يا رخراقي هو باش تعرفي باللي باش تاكلي كسرات على الزرعة وأضافت قلت هذا يكفي لم أتعرض لهذه الضربة من قبل أعتقد أنها من أفضل وضع يعني نهاية النزل رغم أنها ليس من عادتي الاستسلام إلى أنني لم أشعر بالرغبة في الاستمرار لقد كانت هنا يعني الفوز بأولمبياد لانسحاب لكن يعني بدرت تتضح وليس استسلام يا ودي روعي بدي روعي تعطي مع من تحتي عزبتها سهلة روعي استقلت عليها ولا زين اضربها زين والله لا زين اضربها والله لا زلزلة ضربت فيها عاود يا ولدي يا ولدي على بالك هاي في سيمانة هذيك كاع الزعاف رداتو فيك احنا شو انا نعطيكم العادة تاع الجزائري او الجزائرية على بالك جزائري باش تربحه اسكت جزائري كي تربحه اسكت ما تكسرش الهدرة تربحه تعشيها له تربحه بصح الجزائري اللي قاعد تعاير فيه شهر ولا سيمانه صارتهم كيما تعقلوا مصر كيما هكا مسكوا سكتوا كانوا يربحونا نورمال 2009 كانوا يربحونا يا شو انا نورمال من بعد حفظوا الدرس مصاروه اللي بغاو يلعبوا كونت سطيف لا لاعبين جايين معنا ويبغونا واي واي ويربحونا وراحوا نورمال عادي بصح كو عايرونا والله ما يربحوا انا نقول لكم هذو كي عايروا قاعد كي جزائري ولا جزائري كي انا نعطيكم كي تبغي تربحه ما تبقاش تهدر احترمه هو يكون معك طريق بصح الا ما احترمتوش غادي تلقى بيلي تلقى حلو تلقى دب انا نقول لك هذيك الضربه اللي عطاتها لك على بالك شتي هذا تاع سيمانه هضره ارواحي تشوف غادي انت تخلصي كلش جابتها قلت لها روحي تشوف غادي انتي تخلصي كلش اي ارواحي انتي تخلصي كلش خلصت كاع كلش كاع تاع سيمانه عطا تاع سيمانه خلصتها هي شقال لك قال لك الرجال يقاتلون النساء في الاولمبياد باريس تغضب العالم بمتحولين جنسيين في الرياضه الملاكمه تخرب الكلاب يعني تشوف راهم كاع طايحين عليها قالك بلي هذه متحوله راجل متحول مراه الله يهديكم اولي الله يهديكم انتوما دايرين قانون راجل يتزوج مع راجل ياه متحوله جنسيه تاع عماتكم يا كلاب هذه تسمى المراه الجزائريه هذه مراه جزائريه هذه من نسل النساء اللي يحاربوا الحلف الناطوة هم لكم شكم حاسبين رجبت الأرقادة اي خلعتها ولعب طقت عليها واحدة بلادر واتشوف تاع كروشي طقت عليها كروشي قلت لها روحي قلت لهم عمري ليش تدبوني انا جامد لعب
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.